السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنتعلم مع بعض فكره لزهره جديده. الزهره فيها صغيره بس فيها اكتر من غرزه، فيها غرزه الدائره السحريه وفيها غرزه الحشو، عمود بلفه، عمود بلفتين، عمود 3 لفات واربعه، ونص عمود كمان، فيها اكتر من غرزه. يلا بينا مع بعض نتعلم فكره النهارده. احنا بنعمل الدائره السحريه وبندخل ناخد الخيط بالشكل ده، بنعمل غرزة تثبيت للخيط، وبعدين بندخل بعد كده بنعمل غرزة، وبندخل نعمل غرز الحشو. غرز الحشو عندي غرز 12 غرزة حشو، تمام. الوردة مفرغة، فيها فراغ من اللي في النص علشان لو حبيتي زي الصورة تعملي فيها البراعم الصغيرة اللي تبقى موجودة في النص، بتعمليها انتي تبقى خارجية وبتدخليها في الفراغ اللي في النص، وبتقفل الفراغ بحيث يكون يعني مقفول ومقفول على، ولذلك هي دائرة سحرية، يعني ممكن تتوسع وتتضيق. بتقفليها على الحبيبات دي، بتبقى عاملة زي الصورة كده، منظر جميل جدا. احنا بنعمل 12 غرزة حشو، بنشد الخيط بالشكل ده عشان نقفل الفراغ اللي في النص، بيبقى ثابت شوية، مبيبقاش واسع قوي. بندخل بمنزلقة بالشكل ده، وهنبدأ مع بعض نعمل غرزة تانية كده، بنقفل بيها الشغل وبنقص الخيط الزيادة، لان احنا هنعمل لون تاني. خلاص كده في زيادات تانية ملهاش لازمة، برضو هنقصها وهنقلل شوية طول الخيط عشان ما يضايقناش في شغلنا احنا بنعمله. كمان من تحت اللي هي بتاعت البداية عايز تقص شوية، نقصها، تمام. نبدأ نجيب الخيط، اللون بقى اوف وايت ابيض زي ما انت عايزة. بندخل في اول غرزة بالشكل ده، بناخد الخيط معانا طبعا عشان نداريه. بندخل في اول خيط، في اول سلسلة غرزة حشو، بناخد الخيط وبنطلع بالشكل ده غرزة، وبعدين بندخل وناخد نص عمود، وبنيجي ناخد الخيط وفي نفس المكان بنشتغل عمود بلفة، وفي نفس المكان بناخد الخيط مرتين وبنشتغل عمود بلفتين، وناخد الخيط لفة واحدة ونشتغل العمود لفة، عمود بلفة، وناخد الخيط وبندخل نعمل غرزة نص عمود، تمام. بنيجي على الغرزة اللي وراها وبنعمل منزلقة، واحنا بعد كده بنيجي ناخد الخيط. بصوا مش هندخل في الغرزة دي عشان احنا دخلت فيها بس كنت ناسية الخيط، اخده معايا. هناخد الخيط وندخل وناخد الخيط ونطلع، بنعمل نص عمود، ناخد الخيط وندخل في نفس المكان بنعمل عمود بلفة، ناخد الخيط على لفتين نعمل عمود بلفتين، و برضو بناخد الخيط وبندخل نعمل عمود بلفة واحدة، ناخد الخيط وبندخل نعمل نص عمود، تمام. الغرزة اللي وراها بنعمل منزلقة، وبنيجي ناخد الخيط وبندخل الغرزة اللي وراها نعمل نص عمود، ناخد الخيط ونعمل عمود بلفة، ناخد الخيط مرتين ونعمل عمود بلفتين، ناخد الخيط ونعمل عمود بلفة واحدة، وناخد الخيط ونعمل نص عمود في نفس المكان. كل الغرز دي وفي مكان واحد بس وفي غرزة واحدة. في الغرزة اللي وراها بنعمل منزلقة، وبعدين ناخد الخيط وندخل في الغرزة اللي وراها وبنعمل نص عمود، الغرزة اللي وراها
عمود بلفة، الغرزة العمود بلفتين بعد كده في نفس المكان، وبعدين عمود بلفة وعمود ونص عمود في نفس المكان برضو. تمام، بنضيق الوسعات الفراغات شوية الواسعة في الغرزة، وبعدين بنعوض غرزة منزلقة، ونيجي ناخد الخيط وندخل نعمل نص عمود، ناخد الخيط ونعمل عمود، وناخد الخيط على مرتين عمود بلفتين، ناخد الخيط عمود بلفة، ناخد الخيط نص عمود، والغرزة اللي وراها بنعمل في الغرزة اللي وراها غرز منزلقة. وكده انا عملت كل الغرز بتاعتي وخلصت. باخد إبرة منزلقة وبدخلها بالشكل ده في الغرزة اللي جنبها، وبقفل بغرزة سلسلة، وببين لكم بصوا شكل الغرز بالشكل ده. بصوا هتلاقي الغرزة شوية فيها انتفاخ في النص، يعني مش مسطحة، ففيها بروز شوية، فدي بيبقى ينفع فيها ان انت تعمليها لجوه والبر، يعني بتبقى فيها بروز شوية، يا اما تطلعي البروز بتاع الوردة لجوه، يا تعملي البر زي ما انت عايزة. وطبعا الفراغ في النص بيتيح لكي ان انت تعملي الحبيبات، هنقص اللي ملوش لازمة خلاص، الحاجات الزيادة ملهاش لازمة بتشيلها، والخيط كمان الابيض ملوش لازمة برضو ممكن نشيله. دلوقتي انا ممكن ادخل مثلا الحبيبات اللي هي البراعم الصغيرة اللي موجودة، ممكن احطها في النص بطريقة معينة، ممكن اوريها لكم بعد كده ان شاء الله. في كمان البروز، بصوا يعني انا عملتها كده، دخلتها جاية شوية بايدي، بقى البروز لبره واضح ليكي، البروز وبقى قدام بالشكل ده، بتبقى رايحة لو اللي بره شوية الغرز، او دخله بالشكل ده هيبقى لجوه، وبتدخلي البراعم بتاعتك وبتبقى من جوه، وبتبقى مقفولة الوردة بالشكل ده. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدنا فكرة جديدة للورود النهاردة. الفيديو سريع وبسيط، وان شاء الله يعجبكم، واي افكار انا تحت امركم. وشكرا جدا قوي قوي للي قاعد معايا لغايه دلوقتي واتفرج لغايه الاخر، بشكركم جدا، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله. مع تحيات جهاد الانصار، شكرا لكم جدا ومع السلامه.